يزداد الموقف تعقيدا وتأزما، وتشتعل الأحداث فيستمر نزيف الخسائر ومعاناة البعض. القطاع الاقتصادي وشركاته بدا منهكا من طول الأزمة، منها شركة علاء عبد الحليم العاملة في تداول الأوراق المالية والتي تحاول جاهدة أن تواجه هذه التداعيات. احنا شركة متوسطة، التكلفة الثابتة خاصة الأجور ليست عالية، فاستطعنا ان احنا نتماسك يعني، لكن في الحقيقة في شركات كثيرة لم كانت مصاريفها عالية، فبالتالي حصل تسريح بالنسبة للعمالة وعملية فصل او تخفيض كبير بالنسبة للمرتب. في الاخر بتضطر تدفع الثمن عشان خاطر يكون إعادة صياغة للشارع السياسي يعني. تأثير الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر بعد الثورة وخصوصا في الوقت الراهن كان كبيرا على شركته التي واجهت انخفاض حدا في حجم تعاملاتها مقارنة بوضعها المالي قبل الثورة. في 2008 احنا كان تداولنا حوالي 40 مليون جنيه في اليوم، ده اللي بيمثل مصدر دخل بالنسبة لنا من خلال عمليات البيع والشراء. حصل بعد الانخفاض نتيجة الأزمة المالية العالمية اللي تمت في 2008. بعد الثورة في الحقيقة التداول انخفض حجمه بالنسبة لكل شركات السمسارة بالنسبة للبورصة المصرية، وأصبح مثلا احنا بالنسبة لنا كشركة حجم التداول من 2 ل 3 مليون جنيه، لكن لازال ضعيف ما بيغطيش التكاليف. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، هكذا يؤكد علاء الذي يتمنى أن ينهض المشهد السياسي من كبوته حتى يستعيد الواقع الاقتصادي عافيته، فبين الأمنيتين يختبئ مستقبل شركته. البورصة مرتبطة بالاقتصاد والاقتصاد مرتبط بالسياسة والاجتماع، فإحنا دلوقتي حتى من بداية الثورة إلى الآن إحنا مرتبطين بصورة كبيرة بالشارع السياسي، وأي تأثيرات غير عادية بالنسبة للشارع السياسي سواء ضرب سواء مظاهرات سواء مليونيات أو سواء حصار زي حصار المحكمة الدستورية، كل ده البورصة بتتأثر وبتدفع ثمنه عاليا يعني. ويبدو القلق والخوف قائمين لدى علاء وهو يستشرف مستقبل شركته التي ما تستطيع أن تخرج من أزمة إلا وتواجه أزمات أخرى متتالية يفرضها عليه الواقع السياسي المتأزم.